بعض المحتفلين بالمولد النبوي يقولون: لماذا يجوز لكم الاحتفال بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يجوز لنا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما احتفلنا بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من قال هذا؟ إنما طبعت كتبه، نشرت كتبه رحمه الله، وبينت دعوته، شرحت دعوته، هذا الذي حصل. نعم.